مشاهدينا نشير إلى هذه الصور الآن لوصول مروحية تقل محتجزين مفرج عنهم إلى مركز طبي في تل أبيب، ونرى بحسب هذه الصور بأنه يتم جلب نوع من الممرات لنقل المحتجزين مباشرة من المروحية إلى سيارات إسعاف تقلهم بدورها إلى المراكز الطبية. إذن وصلت مروحية تقل محتجزين إسرائيليين، أفرجت عنهم حركة حماس اليوم، وصلوا إلى تل أبيب والآن يتم نقلهم من المروحية إلى سيارات الإسعاف التي ستقلهم بدورها إلى مستشفيات لإجراء الفحوص الطبية التي عادة ما تجريها إسرائيل بعد الإفراج عن محتجزيها. وتم وضع ممرات بين المروحيات وبين السيارات على ما يبدو تفادياً لرؤية المحتجزين. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.